مشاهدي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد الأربعاء. يتوقع بمشيئة الله أن يتشكل منخفض جوي إلى الشمال من أراضي المملكة بسبب تدفق كتلة هوائية باردة قوية نحو الشمال، يؤدي ذلك إلى تشكل عاصفة رملية قوية تؤثر على عموم مناطق البلاد لتشمل العاصمة الرياض بالإضافة إلى القصيم وحائل، إضافة إلى منطقة الحدود الشمالية والمناطق الشمالية الشرقية بما في ذلك الدمام، إضافة إلى أجزاء من المدينة المنورة والجوف. يرافق هذه العاصفة نشاط كبير للرياح، حيث توقع أن تزيد سرعة هباتها لأكثر من 70 كيلومتر في الساعة، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية وخاصة في المناطق المكشوفة التي قد تنعدم فيها الرؤية أحيانا. لذا يحذر من هذا التدني الحاد في مدى الرؤية الأفقية الذي قد يؤدي إلى إرباك حركة الملاحة البرية والجوية والبحرية، كما يحذر من خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي، لذا ينصح لهم بعدم التعرض لهذه الأجواء المغبرة. ونهاية يتوقع بمشيئة الله أن تنحسر هذه الحالة يوم الخميس. للمزيد دائما تابعونا على arabiaweather.com إلى جانب صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب المجاني للخاص بالهواتف الذكية لمعرفة حالة الطقس لحظة بلحظة. أطيب التحيات من مركز طقس العرب، في أمان الله.